سنتجول اليوم على شاطئ مدينة شيكاغو الأمريكية المطل على بحيرة ميشيغان، وفي فترة بعد الظهر سنزور نافورة باكنغهام المستوحاة من نافورة لباسان دي لاتون في قصر فرساي الفرنسي. هيا بنا. بحيرة ميشيغان هي واحدة من 5 بحيرات عظمى في أمريكا الشمالية، وتقع في الكامل داخل الأراضي الأمريكية، وهي ثالث أكبر البحيرات العظمى من حيث المساحة. هي بحيرة لها العديد من الشواطئ، وغالبا ما تسمى بالساحل الثالث للولايات المتحدة، أي مع الساحلين الغربي والشرقي لهذا البلد. تتميز برمالها الناعمة وشبه البيضاء المعروفة باسم رمال الغناء، بسبب صوت الصرير الصادر من الرمال عند المشي عليها بسبب ارتفاع كثافة الكوارتز فيه. يمكن قصد شاطئ نورث أفينيو بيتش هنا في شيكاغو المطل على بحيرة ميشيغان، وممارسة السباحة صيفا من الساعة 11 صباحا إلى 7 مساء. ولمحبي المغامرات والرياضات المثيرة تمكن ممارسة رياضات التزلج والتجديف في مياه هذه البحيرة الخلابة، وكذلك كرة الطائرة الشاطئية. ويمكن أيضا الاستلقاء على هذا الشاطئ الرملي وتناول مرطبات صيفية منعشة. تقع نافورة باكنغهام في جراند بارك، وقد صممها المعماري إدوارد بنت الذي استوحى تصميمه من نافورة لباسان دي لاتون في قصر فرساي الفرنسي. تشتهر هذه النافورة بحجمها الكبير وبارتفاع دفقها الذي قد يصل إلى ما يوازي 15 طابقا، ويقال أن تماثيل الحصان البحري الأربع التي تنفث الماء تجسد الولايات الأربع التي تحيط ببحيرة ميشيغان، في حين أن حوض النافورة يرمز إلى البحيرة نفسها. تم التبرع بالنافورة لمدينة شيكاغو من قبل كيت ستيرجر باكنغهام الثرية التي ورثت ثروة عائلتها الضخمة في سن 32 عاما. ليث بزاري، العربية، شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية.